بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ربكم جميع بخير. النهاردة إن شاء الله معانا وحدة تغذية أو دايلوج باور عطلانة. دي وحدة تغذية كاميرات مراقبة. لمبة الإشارة هنا أو لمبة البيان دي مش شغالة، معناها إن الدايلة مش شغالة. عرفنا مع بعض قبل كده إن قبل ما أشتغل في أي دايلة أو في أي جهاز لازم يبقى عندي خطة عمل أو خطة أو هعمل إيه عشان أوصل للعنصر التالف أو العنصر اللي معطل للدايرة. ما ينفعش همسك أي دايرة كده أقوم شغال فيها أي حاجة، أفك وأقعد أخلع وأقيس وبتاع، أعمل تلفيات في الدايرة وأبقى مش عارف أنا بعمل إيه. لازم أبقى عارف بعمل إيه في الدايرة. قلنا قبل كده خطة عمل وحدة باور عطلانة يبقى فيه خطوات لازم أتبعها عشان أبقى شغال صح واقدر احدد العطل باقصر الطرق زي ما عرفناها مع بعض وبابسط طرق وبطريقه سهله جدا بدون ما اعمل تلفيات في الجهاز اللي انا شغال فيه. اولا الدايره دي عطلانه يبقى عندي في حاجه بالعقل كده او بالبديهيات، عندي 220 بيخش له تيار متغير عن طريق مرورا بالفيوز بمكثف الترشيح بمحول الترشيح دوت او الفلتر دوت الى ان اصل الى البريدج او انطره التوحيد. انطرت التوحيد بتعمل لي توحيد للتيار المتغير، ابدأ اخد تيار مستمر من هنا خارج لي من انطرت التوحيد او من البريدج دوت مرورا بمقاومة الـ NTC الى ان اصل الى مكثف التنعيم المفروض الاقي هنا 300 فولت. يبقى خطة العمل دلوقتي او ببدأ العمل او ابدأ بايه؟ ابدأ اقيس هنا 300 فولت. معلش الناس المحترفة تتحملني شوية، احنا بنعلم الناس المبتدئة، بعلمه خطة العمل في دايرة باور عطلانة ايه الخطوات اللي يتبعها عشان ما يعملش تلفيات ويوصل للمشكلة او للعطل بابسط طريقة او باسهل طريقة او باسرع الطرق. اقيس اول حاجة هقيسها اقيس هنا 300 فولت. لقيت هنا 300 فولت اهلا وسهلا، ما لقيتش 300 فولت يبقى هرجع ورا تاني اشوف ايه العنصر اللي متسبب لي فاصل مش موصل لي التيار او مش عامل مرور للتيار يكمل لي الدايرة، في حاجة فاصلة افلالي مش موصلة لي 300 فولت هنا، يبقى هرجع ورا هقيس الفيوز، هقيس الموحدات دايرة التوحيد، مقاومة الـ NTC، كل ده حاجات ممكن تفصل الملف دوت. لازم يكون في حاجة هنا فاصلة مش موصلة لي الـ 220 لغاية البريدج، والبريدج يطلعهم لتيار مستمر يطلعهم لي هنا 300 فولت. تمام، يبقى أول خطوة هنعملها هنبدأ نقيس هنا الـ 300 فولت. تمام، إيه اللي هيحصل بعد كده لو لقيت الـ 300 فولت؟ ده اللي هنقوله وهنشرحه، خليك معايا عشان بس نحدد المشكلة دي منين. خليك معايا، يبقى هنبدأ نقلب الجهاز. انا عندي هنا المكثف اهوت، مكثف التنعيم، عندي الطرف الارض اهو او السالب بتاعه اهو، يبقى هبدا احط السالب هنا والموجب هنا، نقيس ال 300 فولت مع بعض. يبقى هنركب فيشه الكهرباء اهوت، ركبنا الفيشه، نبدا نجيب الافوميتر نجيبه على وضع قياس التيار المستمر. خليك معايا مع بعضنا، احنا قلنا هنحط السالب هنا والموجب هنا، المفروض اقيس هنا 300 فولت. كده مش موجود 300 فولت هنا، يبقى هرجع ورا ثاني اشوف ال 300 فولت مش جايين لي هنا ليه. يبقى هرجع ورا على البريدج هقيس التيار المتغير، يبقى هقلب الافو او الافوميتر او المالتيميتر على قياس الجهد المتغير. تمام، هبدأ أقيس من أول دخول الفيشة، هشوف الـ 220 داخلين من مصدر التيار هنا 220 فولت اللي هم الطرفين دول، المفروض أقيس هنا 220 فولت، موجود 206. تمام، يبقى هنا الفيشة جايبة لي كهرباء، يبقى الفيشة دي سليمة. عندي الطرف دوت داخل هنا على الفيوز أهوت، والطرف التاني أهوت ماشي أهوت، أنت ماشي معايا. المفروض ادي اول ملف بالترشيح والفلترة عليه موجود عليه كهرباء ال 206. يبقى هنا عندي انا الفيوز سليم ومكثف الترشيح ده سليم. المفروض اخرج
يخرج لي الملف ده عبارة عن ملف خانق عشان يعمل لي إعاقة للترددات العالية أو الزايدة في الدايرة. المفروض ده ملف هوت يجي كده يخرج لي هنا، وده ملف أوله هوت ملف كده يخرج لي الطرف بتاعه هنا. المفروض هم داخلين على الطرفين اللي في النص بتوع البريدج اللي هم بياخدوا التيار المتغير عشان يخرجوا لي الموجب والسالب بتاع الدايرة. أدي الموجب بيبقى هنا وأدي السالب بيبقى هنا. يبقى هنبدأ نقيس من الخرج بتاع الملف دوت. المفروض 206 اللي موجودين دول يخرجوا لي هنا. أدي الطرفين الخرج بتاع الملف أهو، مش موجودين. الدخل أهو 207 موجودين همت أو 206 المفروض يخرجوا لي من الطرفين دول. تمام، عندي ده مش شغال. طيب هجيب ملف ونركبه، يبقى الملف ده فيه مشكلة، الملف ده فاصل. هنوصل الملف دوت ونشوف المشكلة منين. نخلع الملف مع بعض. ادي طرفين الدخول، تمام. نبدأ نخلع الملف. ادي الملف اهوت، المفروض طرفين داخل اهوت والطرفين الخارج دول، دول بيعتبروا ملف ودول بيعتبروا ملف. نبدا نقيسه مع بعض بره. بص يا سيدي، شايف الطرف ده فاصل اهو، تمام. ادي الطرف ده في هنا اهوت، طرف اهو فاصل اهو، تمام، اللي هو موصل لي على الطرف دوت. طيب نبدأ نوصل الملف ده، الطرف اللي فاصل دوت، ونجرب. هنبدأ الملف طبعا قصر معانا، هبدأ اوصله واجيلك. تمام، وصلنا الملف. نبدأ نقيسه، نجيب على البزر الصفارة او الجرس بتاع الافوميتر ونبدأ نقيس الملفات. ادي عندي ده ملف، تمام، الطرفين دول ملف اهو والطرفين دول ملف، تمام. يبقى نبدأ نركبه ونشوف الدنيا فيها ايه. نفصل الكهرباء بتاع الدايرة الاول الدايرة خالص، ونبدأ نركب الملف. لحم الأطراف، تمام. لحمنا اطراف الملف. نبدا نقيس تاني التيار المتغير، نشوفه او نقيس التيار المستمر. نبدا نقيس التيار المستمر على فين؟ على المكثف تاني. تمام، نبدا نوصل الكهرباء تاني ونشوف ال 300 فولت فين على المكثف، وصلوا ولا لسه ما وصلوش ال 300 فولت. ادي السالب على السالب وادي الموجب على الموجب، تمام، وصل لي 270 فولت. يبقى تمام، يبقى هنا المفروض يخرج لي 12 فولت من الخارج بتاعه. الخارج بتاعه فين؟ اهم الطرفين دول، ادي السالب وادي الموجب، ادي ال 12 فولت. المفروض اقيس هنا 12 فولت، مفيش 12 فولت، يبقى لسه الدايره مش شغاله. طيب ايه بقى خطه العمل بعد كده؟ انا وجدت هنا
عندي 300 فولت جم هنا على المكثف. المفروض الفرد الموجب بيجي عن طريق الفرد الموجب بيخش على الملف الابتدائي بتاع الشوبر اهوت، ادي الطرف الموجب اهو عشان ما تتوهش مني، او هكبر لك الدايره، ادي الطرف الموجب بيجي على اول الشوبر، ادي ملفين الشوبر اهوت الملف الابتدائي، ادي الطرف اللي بيخش من المكثف 300 فولت يخرج الطرف الثاني او نهايه الملف تخش لي فين على الدرين بتاع المشفت. نبدأ. المفروض اول حاجة بشوفها طالما 300 فولت موجودين والدائرة ما اشتغلتش، في حاجة اسمها عندي جهد الستارت. جهد الستارت ده بيجي لي منين؟ بيجي لي عن طريق مقاومة او مقاومتين هما اللي بيعملوا لي جهد الستارت عشان يبدأ المسبزب يخرج لي النبضة الاولانية ويبدأ الملفات تشتغل، يبدأ يحصل شحن للملف الابتدائي، يبدأ الشوبر يشتغل يعمل لي الخرج بتاعه، يبدأ يخرج لي ملف الفي سي سي او التغذية الدائمة للاي سي او الاصلية بقى اللي هي بتيجي على المكثف 47 هنا عشان تغذي لي 12 فولت بتوع اي سي المذبذب. هنا اي سي الاسوليتر مش شغال، طالما ما حصلش شورت يبقى عندي المشفت هنا سليم، يبقى هنا اي سي المذبذب مش شغال. المفروض اقيس هنا 12 فولت. المفروض اقيس 12 فولت فين؟ اقيسهم على المكثف دوت او المقاومتين الستارت اهمت. ادي مقاومه، المفروض ادي مقاومه هي 150 كيلو تمام، جايالي من الموجب بتاع المكثف، مديه المقاومه الثانيه ديت. المقاومه الثانيه ديت مدياني على نقطه الستارت او التغذيه هنا بتوع الايه الاي سي. نبدا نشوفهم خط سيرهم ازاي. ادي مقاومه اهيت، ادي مقاومه المفروض اقيس هنا اشوف عليها، ادي الناقص احط هنا السالب او الارضي، واخد هنا ادي بدايه المقاومه 275 موجودين اهمت او 270 موجودين اهمت، ابدا اخد الخرج بتاعها معديه لي هنا 26 فولت. طيب المقاومه ديت المفروض معديه لي، ادي المقاومه ادي الطرف اهو، المفروض تخرج لي من هنا خارجه لي 136 ماشي، لان دي نص مقاومه، في مقاومه قدها تاني بعدها المفروض هي دي. المفروض اخد من هنا الاثنار في حدود ال 12 فولت مش موجودين، يبقى المقاومه دي فيها مشكله التانية دي، خدت بالك؟ يبقى هنفصل المقاومه ديت ونقيسها ونشوف خارجه لي او نشوفها سليمه ولا مش سليمه. خليك معايا نبدا نفصل المقاومه. خليك معايا، ادي المقاومه الاولانيه وادي المقاومه الثانيه. نفصل الكهرباء الاول من الجهاز من الدايره، خلعنا الكهرباء، نبدا نقيس نفصل المقاومه الثانيه دي عشان نقيسها ونشوف مشكلتها في ايه. تمام، قبل ما نخلعها خالص بره ونقيسها بره اهي. تمام، هذه المقاومه اهي، نبدا نقيسها، نجيب ده على الام ونبدا نقيس المقاومه دي. نبدأ نقيس المقاومة مع بعض. هذا الطرف وادي الطرف الثاني، 76 كيلو تمام. نبدأ نقيس بخطها اللي هي مدياها، نشوف برضو القيمة هي مظبوطة ولا ايه. هذه الأولانية اهي،
74 كيلو 8 من 10 يعني هي 75 كيلو. هي لما بص للمقاومة بنفسجي أخضر برتقاني يعني 75 كيلو هي أصلها ماشي شغالة، يبقى المقاومة هنا ما فيهاش مشكلة، يبقى عندنا في حاجة شورت قدامها تانية. تمام، ايه اللي ممكن يعمل شورت؟ اللي هو يشيل الاسوليتر. هنبدأ نركب المقاومة دي تاني مكانها اهيت. احنا ماشيين بخطوات واحدة واحدة عشان الاخوة المبتدئين، للي عايز يتعلم. احنا مش عاملين الفيديو للمحترفين، احنا بنعمل الفيديو للناس المبتدئة، ازاي خطوات البحث عن العطل، ازاي يتتبع مسار العطل ويمشي مع الجهاز مرحلة مرحلة او مع العطل خطوة خطوة لغاية ما يوصل للمشكلة فين. احنا عندنا دلوقتي لقينا جهد الستارت مش موجود، يبقى الدائرة هتشتغل ازاي؟ يبقى لازم نوجد جهد الستارت. جهد الستارت بيجي عن طريق المقاومتين دول. ادي مقاومة جالي ادي من 300 فولت همت، مقاومة هنا 75 كيلو ومديها مقاومة تانية 75 اهي، مقاومة 75 كيلو مديها المقاومة التانية 75 كيلو. التانية هي المفروض تعديلي على دخلالي هنا فين؟ دخلالي هنا هوت يا اخويا الخط. ادي ادي المكثف بتاع الفي سي سي داخل على نقطة التغذية او الفي سي سي في اي سي الاسوليتر اهوت. يبقى هنا دلوقتي اللي كتملي لل 75 فولت دول احنا لقينا المقاومات سليمه، وال 300 فولت داخلين معديين من المقاومه الاولانيه، المفروض يعدين من المقاومه الثانيه، ما عدوش من المقاومه الثانيه اسم المقاومه لقيناها سليمه. يبقى المفروض نفصل الطرف بتاع اي سي الاسوليتر دوت اللي هو طرف الفي سي سي، ونشوف ال 75 ونشوف ال 12 فولت خارجين لي من المقاومه الثانيه دي ولا لا. خليك معايا هفصل الطرف بتاع الاي سي المذبذب. فصلنا الطرف، هنبدأ نوصل الكهرباء ونقيس نشوف ال 12 فولت موجودين على الاي سي ولا لا. يبقى هنحط طبعا احنا بنقيس في المرحلة السخنة، هنحط السالب على سالب المكثف. تمام، ونبدأ نقيس هنا على طرف الخارج بتاع المقاومة. مديني 66 فولت طبعا عشان مفيش حمل. نفصل عشان المكثف اللي هو مكثف الفي سي سي ده ما يحصلوش حاجه، لانه في حدود ال 50 فولت. تمام، يبقى كده احنا اتاكدنا ان عندنا اي سي الاسوليتر دوت عطلان. نبدا نغيره. تمام، الرقم بتاعه اللي هو 38 42 معروف الاي سي دوت. هبدا اجيب الاي سي اخلع دوت وابدا اجيب الاي سي التاني واركب. نفصل الكهرباء ونبدا نخلع الاي سي ده مع بعض.